السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الطرز التقليدي. نتمنى تكونوا لاباس. اليوم جيتكم فيديو جديد، يعني راح نوريكم طريقة تاع تعمار تاع ليفاي بطريقة جد سهلة، يعني ما تطلبش وقت بزاف، يعني وطريقة سهلة كما قلت لكم. برك تبعوا الطريقة باش تفهموا يعني طريقة التعمار. عندنا هاد لافاي الاولى، يعني قبل احنا ما نبداو يعني نعمروا اي حاجه، يعني في الطرز لازم البيكير. يعني احنا نبداو بالباسيت تاعنا، هنا عندنا الخيط الحرير اللي يتقطع شويه، يعني لازم لا باسيونس. شوفوا، يعني كملنا لافاي هذا الموديل الاول، يعني راح نوريكم الموديل الثاني تاع ليفاي. هنا راح نعمروا الباسيبات تاعنا اون بيي. هكا راح نغرب لها قلبر. بهذه الطريقة عندنا هنايا دي موديل واحد اخرين.
راكو تشوفوا هنايا نبداو نرقوا بالعقل ونطلعوا نعرضوا هكذا وعندنا النوع الثاني تاع ليفاي يعني هنا راح نعمره بهذه الطريقة بهذه الطريقة هذا كان الفيديو تاع اليوم كما شفتوا معايا كان هذا اليوم الفيديو تبع اليوم تاع طريقه تاع مال ليفاي يعني كاين دي موديل بزاف يعني ان شاء الله في الايام المقبله راح نوريكم نزيد نوريكم طرق اخرى يعني نتمنى انكم تبعتوني من الاول لاخر ما تنسونيش بجاب بالبارطاج والاشتراك في القناه لو كنتوا اول مره تشاهدوا القناة وإلى الملتقى إن شاء الله.